انا صحيح المفروض اشرب قد ايه في اليوم يفيد الكلى بتاعتي؟ يعني حضرتك في الشتاء في الحر، ما احنا قلنا حسب ترجيز لون البول هيختلف، لكن في الشتاء بيبقى من 2 لتر سوائل عموما. يعني حتى انت حضرتك لو بتشربي شوربه ما هي سوائل، يعني الشوربه تتحسب، كوبايه الشاي نحسبها، كل حاجه بنشربها تمام من 2 ل 3 في الصيف، ويبقى من 3 لتر لاكتر عشان العرق بيبقى اكتر، فالكلى بيبقى عليها شغل اكتر عشان تنقي. هو كل ما انا بدي سوائل للكلى التنقيه بتبقى اسهل. قله السوائل دي ليها علاقه بموضوع الحصوات ولا دي حاجه ودي حاجه؟ طبعا هو الحصوات دي وتكوينها، يعني الحصوات دي عباره عن ترسبات جوه الكلى بتيجي من املاح ومعادن موجوده طبيعي عند كل واحد. ايه اللي يخليها تترسب في عند واحد وواحد لا؟ عده عوامل. انا لو في ميه كتير الحاجات دي مش هتبان نتيجتها، تنزل مثلا مع البول. البول لو قل وتركيزه عالي في حاجات مواد لزجه هتساعد على ان الاملاح والمعادن دي تلزق في بعض. تبتدي برمله صغيره كده تبقى زي، وبعد كده ممكن توصل لقد لحصوايه تعمل حصو. فشرب السوائل دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه ان لازم مجرى البول يبقى، ربنا خالق البول يعني ان اي نقطه تنزل على طول ما تتجمعش. لو في اي انسداد في الجهاز البولي كله بقى، الحالب، المثانه، يقوم البول يمشي ببطء. طيب بطء البول في المشهور ده بيساعد على الترسبات برضو ان الحاجه تترسب. في سؤال يا دكتور وانا يمكن سمعت له اكتر من اجابه ومش عارف فين، هل التبول في اليوم ليه عدد مرات معينه؟ يعني هل في عدد مرات معينه بعديها اقلق، او لو قلت اقلق؟ يعني عدد، هل في عدد مرات؟ في علامات للتبول طبعا. احنا البول في اليوم مفروض بيبقى مش اقل من لتر الطبيعي. لا مش هنقدر نعملها كده، هنحسبها بالمره. ما هو عشان عدد المرات هيبقى 3 4 مرات في اليوم، كل مثلا بتفضي 200 سم في اليوم في البول مره الواحده. طب ال 3 4 مرات دول وصلوا 8 9 ابتدي ابقص على ايه؟ هل انا شربت سوائل كتير اديت لكده؟ في سوائل مضره للبول، يعني الناس اللي بتشرب قهوه كتير وشاي وحاجات كده فهيبقى البول عده كتير. ايوه البول في حدود معينه مقبول عدد المرات، لكن انا ابتدي اقلق من البول بالليل. اصحى من البول اكتر من مره بالليل. يعني طب لو صحيت مره الدنيا مره ماشي عادي ما فيهاش اي مشكله. 2 و3 بقى هنبتدي نبص ليه؟ فيما فوق بقى اللي فيه اسباب كتير، منها السكر، منها البروستاتا للرجاله، منها حاجات تخلينا نقوم كتير. نفس كمان لون البول مش بس عدد مرات، لون البول بيفرق. حضرتك قلت لنا لو غامق يبقى فيه مشكله. غامق يبقى انا ما بشربش كتير. تمام. طب كل ما يفتح يبقى انا بشرب كميه الكلى مرتاحه. تمام. حضرتك قلت على المواد اللزجه اللي ممكن تترسب وتعمل المشاكل، وده يخليني برضو اقول لحضرتك الاطفال مثلا اللي ممكن في المدرسه ما يدخلوش عشان مش عايزين يدخلوا الحمام بتاع المدرسه، فانا بمسك نفسي لغايه لما اروح. دي عاده سيئه. ولو حد طبعا في كبار كتير بيقدروا يعملوا كده. في ناس كتير تيجي لي طول ما انا في البيت بره البيت مش هدخل الحمام. بالظبط. انا عايزه حضرتك بس تنبههم، هل ده بيأذي الكلى ازاي؟ ده بيأذي طبعا. ما المفروض ان طالما احساس ان في تبول لازم البول ينزل. هو مش هيأذي من مره ومن حاجه، بس لما هتبقى عاده على طول تبقى عاده تأذي كده، بتبقى مش يعني مش حاجه مش مستحبه. يعني الجسم فيه جسم يبقى هو نقوله طبيعته بيكون حصوات، يعني في حضرتك في عده عوامل كمان، في منها مثلا الغده الجردرقيه. اصل الحصوات دي انواع، يعني انواع كتير. نبسطها 80% منهم اللي هي فيها الكالسيوم اوكساليت او فوسفات. دي بتتاثر قوي الكالسيوم، بنسب الكالسيوم في الجسم. يعني واحد بياخد فيتامين دي كتير او غده جردرقيه هايبر باراثايروديزم افرازاتها كتير، دي هتخلي نسبه الكالسيوم يعلى في البون. الكالسيوم هيلاقي الاوكسالات او يلاقي فوسفات يعمل حصو معاه. في ناس اليوريك اسيد هو السبب في اللي هو الحمض البولي اللي هو السبب ده بروتين، اكل بروتين دايت كتير ده بيبقى فيه ميتابوليك ايرور كده بيحصل ان هو ما عنده استعداد. اما ياكل بروتينات كتير اليوريك اسيد يعلى، اليوريك اسيد يعمل حصو يوريك اسيد. في حصو فوسفات اللي هو انفكتد ستون، يعني لو من التهابات المسالك نفسها واهمالها وعدم علاجها تقوم عامله حصو. في حصو اللي هو ماده السيستين، دي حاجه امينو اسيد ده عيب بقى وراثي وبيبقى ده نسبه 1% من الحصو. ده بيبقى في عائلات
في عيب يعني عيب في يعني عامل وراثي فيه. الامينو اسيد معينه بتفرز في تترسب ده تعمل حصو. تمام. دي عوامل متعلقه بالجسم نفسه، زائد ان اللي عنده مشاكل بقى في الحالب عنده مشاكل يعني. أيوة. كان زمان البلهارسيا كتير اللي تعمل انسداد في الحوالب بتاعته تبقى على طول وراها حصو وراها، يعني لازم البولي يبقى الجهاز البولي كله ما فيش اسمه نون اوبستراكتيف يعني ماشي، مفيش حاجه بتعوقه مفيش حاجه تعوقه. عقله البول زي اي ميه حضرتك جاريه بتبص توقف الميه كده تلاقيه ابتدت الشوائب بتترسم. أيوة. مشيت مفيش مشاكل يا دكتور.